شوفي شو لقيت. شو؟ سر سر ملانة ذهب حقيقي، ذهب عن حقه حقيقي. ايه والله، وين لقيته؟ عنا بالمضافة، كنت عم نظف بعد ما راحوا الجماعة والعالم من عند الزعيم. قامت لقيتها بقفل الكنباية اللي كان قاعد عليها العقيد أبو الهدى. هذا عقيد الحارة الثانية بتعرفيه؟ لك ايه ايه عرفته. طيب بركي بركي سألك الزعيم عليها؟ ما شو شو يعني ما يسأل شو؟ أنا ما دخلني، ما شفته ولا بعرف شيء. هيك عادي يعني؟ ايه عادي عادي. يعني شو يعني؟ يعني انه ضروري تكون مثلا يعني هارة منه هيك عنا؟ يعني ممكن تكون هارة بغير قرنيه. بعدين تعال لك رب العالمين عاطيه من خيره خير الله لهذا العقيد، يعني الله يرزقه، ما بدنا نحسده. بس احنا يا حسرتي، الله اعلم بالحال. هي معك حق، نحن احوج منه بكتير، والفقر معشعش فينا عشعشة. اي والله، اي والله، وانا هيك عم اقول ببالي. تعرف ابن عمي، هلا صار فينا نوفي ديوننا، وعم فكر انزل على السوق جيب لحمه وخضره وجاج وكل شيء جاي على بالي، وراح اشتري شقه قماش وفصلها، وراح اجيب لك الك وحده كمان. لك ايه 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 ايه، شو بك؟ شو صار له مخه؟ ايه شو، نحن ملاقيين ام علاء الدين؟ شو يعني؟ ما فينا نشتري كل شيء بدنا اياه؟ لا اكيد لا، وخاص نص هلا بهالوقت. ما بدنا نشلق الناس علينا انه فجاه صار معنا مصاري. ايه عم تفهمي علي؟ فهماني، ولي على حظي ان شاء الله. بدنا نضل طول عمرنا هيك عايشين بالفقر، نشوف الشغلات وما نقدر نشتريها. لك يا هدية يا نور عيوني، الله يرضى عليكي. لك ما بدنا نشلق الناس علينا، الناس بتعرفنا وبتعرف حالنا. ما بدنا هيك يصيروا يحكوا علينا، قال انه والله لقينا صرة ذهب لحدا غيرنا واخذناها ورحنا تبهنكنا فيها. ولا بدك يصيروا يقولوا عن جوزك حرامي بتنبسطي؟ لا يو، شو حرامي ما حرامي؟ انت لقيتهم بالارض ولقيت الارض حلال. حكي هذا حكي حكي، هذا حلال وما حلال. السرقة سرقة شو ما كانت، لأنه نحن شاكين أنه هدول المصاري وبنعرف مين صاحبهم. هيك يعني اللهم أنه يكون هو العقيد أبو الهدى. تعرفي شو عم يخطر على بالي؟ هيك نتنعم من قريب ومن قريب وهيك، يعني بس شوية دينات وما إلى هنالك، وببقى بعدين برد لياهن. والله ما بعرف يعني. شو قولك انت؟ قولي على الفقير وعيشته ان شاء الله. لك حتى لما بده يفرح فرحته بتبقى ناقصه وفي قصه. يا زعيم انا ما بدي كتر حكي، انا ضيعت ذهباتي هون بالمضافه، وما حلوه منك تنام على السيره وما تعطيني اياه. طول بالك يا ابو الهدى، اكيد في سوء تفاهم. عندي بالمضافه ما بيضيع شيء، لو انك مضيع ذهباتك عندي بالمضافه كانوا التقوا، نحن ما لقينا شيء. لا زعيم، عدم المؤاخذه، انا قلت لك ضيعت الذهبات هون وماني طالع ترجعني اياهم. شو قصدك يا ابو الهدى؟ انا اللي اخذت ذهباتها؟ والله ما بعرف. يا انت يا شغيلك سرور. انا ما شفت شيء ولا بعرف شيء، لا تتهمني. شغيلي سرور ما بيغدو ولا بيسرق ولا بمد ايده عن حرام، وانا بحلف عنه انه ما بيعرف شيء عن الكيس. مو هيك يا سرور؟ اسمع زعيم، اسمع هالكلمتين، معك من هون لبكره الصبح، يا اما بيرجعوا ذهباتي يا اما قسما بالله سيرتك على كل لسان بالشام انت وشغيلك. اهلين بالزعيم. اهلين وسهلين. خير يا سرور، شو صاير معك؟ ليش قاعد هيك مهموم ودا؟ كل خير كل خير زعيم، ما في شيء، ما في شيء، لا تشغل بالك، هموم الحياه هيك، ما في شيء ما في شيء. لازمك مصاري يا سرور. لا لا زعيم، لا الله ساترها وفضل علينا. يا سرور انت بتعرف غلاوتك عندي، انا بترك المضافة مفتوحة بوجودك وحتى بعد ما غيب عنها، يعني انا مأمن فيك ومسلمك المضافة من بابها لمحرابها. مظبوط يا سرور؟ مظبوط زحيم مظبوط، ونحن لها بإذن الله. يعني لما بتحتاج شيء لا تخجل تطلب مني، ومثل ما أنا مأمن فيه أنت لازم تأمن فيه كمان وتحكي لي همومك. وهيك يا سرور؟ هيك هيك ونص زحيم. الله يخلينا ياك وديمك فوق راسنا.
يعني ما بدك تقول شيء، ما بدك تطلب شيء. لا 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 زعيم، لا ما بدي شيء غير سلامتك. عن اذنك. لك يا رجال، رزقة واجت لعنا ورب العالمين بعث لنا اياها لحتى ننبسط ونفرح ونشتري شو جاي على بالنا، مو لحتى ننهم وننغم. لك مو الله اللي بعث لنا اياها، شبكي دخيل اسمه، انا يلي مديت ايدي عليها واخذتها لاني انا بعرف مين صاحبها. كنت افكر انه اذا اخذت هالذهبات هيك بفرج همي شوي وفي لي شويه ديونات، بحط راسي على مخده وبنام مرتاح، بس طلع يا محلى الدين قدام هم عذاب الضمير والخوف من عذاب الآخرة. رزقة واجت لعنا منرفسة يعني؟ ايه ستي منرفسة. لما يكون الواحد مأمن على رزق التانيين وصاحب سمعة وأخلاق بيرفسة وبيرفس أبوه كمان. بس انت اليوم ما شفتي الزعيم شلون كان عم يطلع فيني هو وعم يحكي، شلون عيونه عم تغزل غزله وعم بيقلي بقلبه لا تخون أمانتي فيك يا سرور، لا تخيب لي أملي أنا اللي بعرفك. يا سيدي قبل ما يخيب أمله فيك كان يسألك شو لازمك، كيف عايش، كيف فاتح بيتك، أولادك ناقصهم شي ولا هيك نحنا بدنا نضل عم نخدم الناس نخدم الناس وما حدا شايفنا؟ ايه وبعدين وبعدين يعني ايه يا سيدي كان يزود لك جمعيتك شوي لك يعطيك قرشين يفتحوا لك هالبيت مثل العالم، حاجه بقى يا خلصنا هديه، خلصنا حاجه تنقي فوق راسي. شئ حاجه بقى تعذب حالك، احمل كيس الذهبات وروح زته بشي زاويه بالمضافه وكانه شي ما كان. لك ما بيمشي الحال، ما بيمشي يا هديه، لانه اليوم انا والزعيم امنا ايدي بايده، قلبنا المضافه فوقاني تحتاني، نحن وعم ندور على الكيس وعلى هاي الصره. ما بيمشي الحال، بعدين يعني بتبين الكذبه، بتبين اذا عملت مثل ما عم تحكي. لك خلص خليك ماشي بالكذبه، خلي الذهبات لنا. ما بقدر، ما بقدر ساوي هيك، لانه اليوم انت ما شفتي الزعيم شلون كان عم يحكي عني وشادد ظهره فيني وحاطت ثقته كلياتها فيني، ما شفتي عيونه كيف كانت عم تغزل غزل هو عم بيقول لي انت امين وما بتخون امانه؟ انت ما شفتي شلون كان عم يحكي قدام هذا العقيد ابو الهدى انه هو بيثق فيني مثل ما بيوثق بحاله؟ انا شو اعمل؟ شو ساوي؟ انا غدرته وخنته، انا خنت العشره والامانه اللي صار عمره عمر. لك يا هديه عذاب الضمير عم يموتني، انا احساسي بالذنب عم يقتلني كل ساعه وكل دكه. خلص لك نصور، روح اعترف له بكل شيء واللي بده يصير يصير. واللي رفع السما وبسط الارض ما في شيء خلاني اعمل هيك غير الفقر والقهر وقلة الحيلة. بس والله يا زعيم من يوم تلي مديت ايدي على غرض غيري واخذت هالكيس لا عاد ليلي ليل ولا نهاري نهار ولا نومتي نومي ولا لقمتي لقمي، قلبت حياتي فوقاني تحتاني وانا مو هيك. بس أنا ضاقت علي، ضاقت كتير كتر ما الناس صارت تتطلع فيني وتلومني إني متأخر عليهم بديوني اللي صارت متلتلة علي فوق كتافي، وأنت أكتر واحد بتعرفني يا زعيم. عمر صار لي عم بشتغل عندك وما مديت إيدي على الحرام، عمره أنا رضيان باللي قسم لي يا ربي وعم أقول الحمد لله إلا ما تفرج. بس لما شفت هالكيس ما بعرف شو صار لي، لما سمعت رنة الذهبات اللي بقلبه ضعفت، الشيطان بلش يوسوس لي، تذكرت ولادي يلي يا حسرتي ما حد داقوا اللحمة غير من العيد للعيد، تذكرت مرتي
يلي صار كل حلمة انها تشتري لها شقفة قماش وتفصلها تلبس هدمة جديدة تشوف حالها فيها قدام قرايبينا والنسوان. تذكرت جيراني ابو نادر يلي له علي وابو عباس وابو حسن، لك صرت لما اشوف واحد فيهم براس الحارة غير طريقي وطول الطريق علي كرمال ما اشوفهم وحط عيني بعينهم. بعرف انه كل هذا الحكي ما بفيد شيء، بعرف، بعرف انه الطمع غلهب وقت اللي بيغلبنا نضعف ومنصير منعمل عمايل بعمرنا ما كنا نفكر انه نسويها. بس انا هلا ما بحمد ربي غير على شغله وحده، انه رجعت وحافظت على حالي ورجعت لك هاي الكيس هيك قدامك وانا قدامك وانا تحت طوعك، واللي بتأمر فيه انا جاهز. على كل اللي شفته قدامك يا سرور كان اختبار لك. شو؟ أنا من الأول بعرف إنه الذهبات عندك، بس كنت ناطرك ليصحى ضميرك ويرجع لك صوابك. العقيد أبو الهدى مزبوط ضيع ذهباته وأنا رجعت له ذهباته فورا، وأنت ما خيبت أملي. واللي صار كان لازم يصير حتى أحس بضعفك ووجعك. هدول ذهبات حلال زلال عليك وبعدك، ما راح ينقصك شيء طول ما أنا عايش. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا سرور. الله يخلينا ياك يا زعيم وديبك فوق راسنا. الله يخليك ويكتر من أمثالك حتى يبطل حدا من أمثالي يفكر يمد إيده على غرض غيره.